إذاعة سلطنة عمان. أنا وجدي. حيث يلتقي الحاضر بتسارعه وتقنياته وعمقه، ببساطة الماضي وعذوبته وبساطته. برنامج يجمع الجد بحفيده والحفيدة بجدتها. نقتطف معهم لوحات اجتماعية من واقع مفعم بالحميمية والبساطة. أنا وجدي. أنا وجدي. نافذة نطل من خلالها على أسرار ومكنونات العلاقة والترابط، تتجاوز الأجيال وتتخطى الأزمة. الإعداد والتقديم وفاء بنت سالم الشامسية. أنا وجدي. الإخراج سعود بن حمد السيابي. حياكم الله معنا أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم أنا وجدي. في حلقة اليوم إن شاء الله سنستضيف الجدة آمنة بنت سعيد المسني وحفيداتها شمة ونوف بنات محمد الجابري. حياك الله معنا خالتي في هذا البرنامج. السلام ورحمة الله وبركاته. في البداية حابين إنك تحدثينا عن طفولتك وعن أيام زمان. ما عندي أم ولا أخوة ولا أخو ولا شيء، عندي عم والله استخارة، وكنت يتيمة ألقط ورق وغبر وحلب وخب، وألقط ورق وسير وألقط خلال وألقط سح وألقط هذا منا ومنا لقط. يوم أي بقول ما وايد وهذا عن أموري، قلت فقيرة والله رحمني عرست سويت منا وليدين والله استخارة، ربيت معيشة ما هي روى دهر اليوم دهر أول غير سقيف تعب. وهو قام يسير عني بعد أنه ما ذاكه، وأنا ما هانوا علي العليلة ودرهم وسي عنهم ميرة وسير كذي وسي، خليت على المتقدم سعاد حرمة عودة قديت وعيوز وما أروم وسير مساحل ألقط خوص أسف وبيع الحريم، ألقط على المسحل وأسف سنة وأخيطها بآياتها يسوون لي ذاك حل عن السيل مغار. وهذا مهرتي والحمد لله، والمزرعة ليل ونهار فيها أحش وعبر وأحلب، عندي بوش أحلب البوش أحلب ناقة أطرش حريال رياتها وتوفى طرش للحليب، أحلب الناقة وأقول حلوة اللي كبه حلف غوري وقلت له سي وصل له سالم السلطان الله يرحمته وتوفى يشيلها الولد سي وصله، يقول حال ولد نوح حال بنها الناقة، قال يا أمي سمعنا الرجال رأت خميسه دو عياله كلهم يذكرون رأت خميسه رأت خميسه، شو سوانا حلف الناقة وطرش حال أبوهم. يوم أصير قال حال ولد نوح حال بنها الناقة، قال يا أمي قال لن زين أمك نحب نسميها رأت خميسه. الله يعطيك العافية خالتي. الحياة كانت صعبة، كيف تشوفيها الحين؟ تو زين الحمد لله، تو كله زين، حتى عاد حرمة عودة ما يود أسوي شيء، ما يود زين مكسرة زين، تو عاد ما يود أسوي الخير وايد وزايد، اللي يبغى حد عاد يحفله ويبغى حد يكرمه ويبغى حد يسوي وهذا مثلي والحمد لله. الحين نتعرف على الحفيدات. شمة أريدك تخبرينا عن شعورك تجاه جدتك. أحبها وايد لأنها كل شيء تسوي لنا، ماما يوم تسافر تجيب لنا كل شيء نباه، كل أشياءنا، إذا كان ناقصنا شيء تشتري حقنا. طيب نشوف نوف الآن. نوف ليش تحبي يده؟ لأن يوم أمي تسافرت هي تدارينا، إذا بغينا شيء تعطينا فلوس نزيد نشتريه، حتى لو شيء ناقص في البيت هي تصير ورانا ونشتري مع بعض. انتوا طبعا من كثر ما تحبوا يدو عادة اكيد في اشياء كثيرة مشتركة بينكم وتعيشوا معاها او تباتوا معاها، تحكوا لها قصص، تحكي لكم قصص.
ننام معاها وتحكي لنا كل شيء، وفي الليل تقرأ لنا قرآن عنينا أي شيء، حتى تبات هي وتقرأ قرآن يا ألسة. ما شاء الله، حافظة شيء من اللي تقرأ حقكم يا نوف؟ سورة الكرسي. تقرأ عليكم آية الكرسي؟ إيه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. تعتقدوا يا دول ايش تقرأ عليكم هذه الآيات؟ تحمينا لأنها تحبنا وايد وتحافظ علينا، إذا كان يستوي فينا شيء ولكننا مريضين بسرعة كنا المستشفى، حتى لو كان بطننا يعورنا كنا بسرعة المستشفى. خالتي نسألك عن علاقتك بحفيداتك بشمة ونوف في البيت، كيف تشوفيها؟ زينات ربا حريم ربايات وبنات عرب، وطالع من بيت يما ونوف ما ياتني شيء، يا صبح من الصبح عندنا حد يحبنا على الراس، يحبني انا، يحبن ابوهن، يحبن امهن، مشاكل ناس، سرقه ناس، ما شيء غير ما يسوون غير الزين. اشياء كنت تحب تسويها وانت صغيره او تشتغلي فيها وانت صغيره؟ اشتغل القط ورق واغبر واحلب واسوي كل شيء، القط خوص واسف محاضر ابيع، وابيع اسمي مدني، وابيع هذا اللي لقطه، وحجبه امنتي تسوي لي هذا، قلت ليه اني محتاجه، بعت سويتها وبعتها عليهم، ما ثمنها هم يعرفون السنن، ما اعرف اثمن، سويت محفر بعته، سويت حجبه طايبه شيء سويت له، بس انه سويت له، ما اخذت هذا خاطر اللي خيطها اعطيتها اجار. بعتها والحمد لله متيسر الأمور. الحمد لله. الحمد لله. شما أسألك، تعرفين تسوين أشياء من اللي تسويها يدو؟ لا. ولا شيء تعلمتي منها؟ لا أبدا. طيب تذكرين شيء من القصص اللي تحكيها حقكم عن مغامراتها عن أيام زمان؟ هي قبل كانت تقولنا إن هي يتيمة، وكانت كل يوم تروح تسف وتساعد الناس عشان الناس يحبوها. الحمد لله رب العالمين، وطبعا أكيد أنتوا تحبوها وايد، صحيح؟ صح. نوف أسألك الحين، أنتوا طبعا تحبوا يدو، أكيد في مقالب، في طرايف، في قصص تجمعكم، تتذكرين شيء من هاي السوالف؟ إيه، أنا مرة كانت يدو تبى تطلع، وأنا وشما كنا واقفين، شما كانت تبى تنزقني تحسبني أنا داخل أبى أطلع، وأنا كنت أبى أنزقها أنا أحسبها داخل، يوم طلعت يدو كان يصير أنا وشما وننزق يدو مع بعض، وتمت يدو تشاتمنا. بس هي طبعا منازعة الحب هذه مش منازعة الغضب، صح؟ لا. إيه. صحيح خالتي؟ إيه نعم. شو قلتي لهم لما سوفي في هذا المقلب؟ قلت لنا في كل ندب ومددات، وانت تبغى ندب وخلي يوم بتي امكم انا بخبرها، قالوا اسفين يعني اعتذروا على طول. ايه قالوا اسفين، قلت لهم ما اقدركم، ما اسف هذا اللي تنخشلي وتروعني وما شفتكن اقولهم، قالوا اسفين، نحن اسفين سامحينا. وسامحتيهم؟ ايه مسامح كريم، جينا بسامحنا، احد عندهم امهم وابوهم ما في البيت، ما يقولون علي ودرهم وسيع عنهم، أقولهم شيء أقول يكون هاي عادهم باغينها في خاطرهم وأنا ما أعطيهم إياها، لا أشريها أسيرها. جزاك الله كل خير. والعصر أشري أطر أخوهم يجيب لهم أكل، ويلسن وياهم خارج نفس حصر ويلسن علي المغرب، يوم يد المغرب فبطنا نصلي. الحمد لله. الحمد لله وشكرا. طيب شما شيء سويتي مقالب في يده؟ يدو كانت رايحة النخل تلقط خلال، كنت أمشي وراها، نخشيت ورا النخل، يوم يدو تلقط دزيتها بس ما طاحت تعثرت والخلال انكب، وردت تلقط مرة ثانية. ليش يعني انتي سويتي فيها؟ من فرحة، فرحانة في تخالتي انها راحت تلقط وياك؟ كنت بساعدها بس قلت اول بخوفها شوية بعدين بساعدها. انتو تحبون دايما تسوي مقالب وسوالف مع يدو؟ هي. ويدو تتقبلها ولا تعصب مرات منكم؟ مرات تتقبلها مرات شوية تعصب بس ترد
يعني ترجعوا تعتذروا منها صح؟ أشياء تسووها في المزرعة مع بعض لما تطلعوا مثلا وقت العصر أو الصباح أو وقت القيضة الحين خصوصا على موسم الرطب والليمون والأنبة، شو تسوون؟ نلقط الهنبة نلقطها ونعطي لوادن، نعطي لوادن صدقالنا اللي عاطلنا العازة وصلنا، والخلال نلقطها ونعطي الهوش والبقر، عندنا هوش عندنا بقر عندنا هذا. الحمد لله الحمد لله والشكر. شو رأيك نوف في موسم القيض واللقاط؟ زين، يعني نحن نلقط خلال ونلقط الهنبة ونعطي يده. تساعدوها في المزرعة؟ هي تحبي تزرعي شيء؟ هي بس مرة واحدة زرعت ياسمينة. وين هالياسمينة الحين موجودة؟ هي هناك عدال باب الماي. وكبيرة تسوي بياسمين؟ هي. وانتي يا شما زرعتي شيء؟ هي زرعة ويا يده هنبة أنا وياها، قالت لي أنتي حفري وأنا بحط، قلت لها لا خلي أيوب يحفر وأنا بحطها داخل، حطيتها والحين استوت كبيرة وكلها حمدة. وتقطعين منها؟ مرات. الأشياء اللي تساعدوا فيها يدو في البيت يعني مثلا أو خارج البيت أو إذا كنتوا طالعين، شو الأشياء اللي تسويها مع يدو؟ إذا كانت تبى شيء نروح ونجيب حقها، إذا كانت تقدر بتروح بروحها، إذا ما تقدر نحن نروح، وإذا كنا طالعين برا نروح وراها عشان مثلا تغسل يدينها، نحن نسوي لها الصابون، نعطيها الصابون نغسلها يديها، نفتح لها الماي، هاي الأشياء اللي نسوي حقها. جميل. وانت نوف شو ساعدي يدو؟ أنا ساعدها أمتنا في ترتيب الملابس، ويوم نطلع برا أساعدها عشان تمشي، ويوم يمشن السيارات أنا أخليها تمشي. جميل. خالتي انت تروحي مرات مشاوير بعيدة؟ أسير الحمد لله أسير أسير سوق مسجد وأسير هذا. تشتاقي لهم؟ هي نعم. ليه؟ لا الولدي ربي مربتينهم تعبانة عليهم، نحد نايبه ولده ويحب أهلنا نحبهم، ما ولدك وولد ولدك. نرجع الحين للحفيدات ونسألكم، لما تروحوا وتطلعوا خارج البيت يعني وتخلوا يدوهني مثلا تروحون في زيارات أو في رحلات، تشتاقوا لها ولا لا؟ نشتاق لها وايد، ونتذكر كل الأشياء اللي تسويها حقنا. تتصلون فيها؟ كل يوم لازم، وإذا يعني مثلا هي ما اتصلت فينا احنا نتصل فيها ونسأل عنها. منو أكثر واحد يعني حد يتصل؟ أنتوا يا نوف تتصلون في يدو ولا يدو تتصل فيكم؟ نحن يعني وهي أمراتن يعني أكثر شيء هي تتصل، وإذا هي ما اتصلت نحن نتصل، وأمراتن إذا يعني ما اتصلنا نراسل نسوي لها مسجات صوتية على الواتساب وترد علينا. أنا طبعاً خبروني أنك تسوي مقالب في يدو بسبب التليفون صحيح؟ ممكن تخبرينا عن هذه المواقف؟ مرة هي كانت حاطة التليفون داخل ملابس، وجيت أنا وكان أشيل التليفون، كانت تقول لي دوين التليفون، قلت لها ما أعرف عند جمه، بعدين أنا صرت حطيته داخل مخباي وشليته وما تعرف هي أن أنا شالتنه. وطبعاً هذا التصرف هل هو تصرف صحيح ولا تصرف خطأ يا شمه؟ خطأ. ليش؟ لأنه لازم تستعلم من يده أول إذا كانت تعطيها ولا لا. وأيضا هي سوت تصرف ثاني صح يا نوف؟ شو سويتي؟ مرة هي كانت حاطة السح في الشمس، وأنا سرت وكبت في التراب وكبتها تحت. ليش سويتي شي؟ بس يعني كنت يعني تبين تمزحين وياها؟ يعني ساعدتيها في اللقاط، اعتذرتي منها، قلتي لها آسفة يدو؟ قلت لها آسفة يدو. صحيح، يعني أهم شيء إن الواحد يكون صادق وأمين في التعامل ويحب يده ويدته، صحيح خالتي؟ نعم نعم. شو الأشياء اللي تعلميهم إياها غير بعد؟ الحين على الإجازة الصيفية أنتوا داخلين طبعاً عليها، شو الأشياء اللي عادة تسووها مع يدو في الصيف؟ الصيف بحر عيش، نسوي صالونة، نعلمهم القيمات، ونعلمهم المحلة، ونعلمهم هذا الطبيخ الأشياء. يعني هم بيكبرون ويستعملوا على عمارهم، ما بيتمون ويانا نحن جالسين. صحيح. شما تحب تسوين شيء في المطبخ؟ هي نعم هي. أقطع سلطة، أقص فواكه، أسوي عصير من الفواكه، أطبخ الكيك. ما أعرف بالنسبة لنوف، نوف أنت تطبخين بعد؟ أنا لا، أنا بس أسوي عصير وأقطع فواكه وأكب فوقها العصير بس. بس أهم شيء أيضا تساعدين في التنظيف على الأقل، يوم ما تعرفين تطبخين صح؟ هي أساعدهم.
رسالة تبون توجهونها ليدو، كلام جميل شي تقولون حق يدو وتعبرون فيه عن مشاعركم، شو بتقولي لها يا شمة؟ نحن نحبها والله يطول بعمرها وإن شاء الله تكون معانا دائما إن شاء الله. وانت يا نوف شو تقولين حق يدو؟ أنا نحن نحبها والله يطول بعمرها ويخليها حقنا طول العمر. وخالتي رسالة توجهين حق حفيدات تشمة ونوف شو تقولي لهم؟ أحبهم وايد، أني ما عندي غير اللهم أقول يوم بكبر يمكن بينفعوني. لا إن شاء الله ماشي، يمكن إن شاء الله بإذن الله أكيد شمة ونوف فيهم البركة بإذن الله، خليهم يا رب ويصحح. وبهذا أعزائي المستمعين نكون قد وصلنا إلى ختام برنامجكم أنا وجدي، انتظرونا إن شاء الله الأسبوع القادم في حلقة جديدة وضيوف جدد. أنا وجدي. الإعداد والتقديم وفاء بنت سالم الشامسية. الإخراج سعود بن حمد السيابي. أنا وجدي.